بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا محاضرة من مناقشة مادة ديزاين واحد. اليوم حنتعلم كيف نحسب سمك السقف وكيف نوزع كل عمود قديش فيه عليه حمل، تمام؟ وكيف نحسب الحمل لكل عمود، تمام؟ طيب في البداية عشان نقدر نحسب سمك سقف ريبت سلاب كيف بدنا نحسبه؟ بدنا نبقى عارفين عدة شغلات. كده اخذته بالاستراكشر التحديدي بارت والوان اند كونتينيوس والسمبلي سبورتد والباب اند كونتينيوس لازم تكونوا فيه. تفضل لقيته هذا البيم اسمه سمبلي سبورت. طيب هذا البيم هذه اسمها ايش؟ وان ان كونتينيوس. هذا ايش اسمها؟ فور ان كونتينيوس. هذا ايش اسمها؟ تمام. حسب تصوركم بالستراكشر ايش اخطر واحد فيهم الثلاثه؟ كانتليفر. بعدين وان تمام. واللي بعد الكانتليفر عندنا ايش في شيء؟ سبورت. صح تمام. فلقيت في عندنا جدول في الكود بيعطينا قيم تقريبيه كيف بدنا نجيب قديش كل جزء من هذول الاجزاء او كل نوع من هذول الانواع قديش بيحتاج سمك، تمام؟ عن طريق ايش؟ عن طريق الديفليكشن. لما بدنا نصمم بيم او بدنا نصمم ريبت سلاب في ثلاث اشياء في معايير التصميم بنحتاجها، هي الديفليكشن والفلكشرال رينفورسمنت والشير. هذه الاشياء كتصميم للبناء، تمام؟ 100% لقيت اللي بيحدد لنا او بيعطينا انديكيشن عن سمك السقف او البيم اللي بدنا نشتغله هو ايش؟ الديفليكشن. فهذا الجدول بيعطينا قديش السمك المطلوب لكل بيم او لكل جزء من البيم عشان نتفادى قصه الديفليكشن، يكون الديفليكشن عندي قليل ومقبول. ايش هو الديفليكشن؟ تعرفين الديفليكشن؟ طيب لقيت هاي بيم وهي بيم، صح؟ صح. لا بس البيم هاي سبورت سبورت. لقيت هذا البيم لما يصير فيه هيك شايفين هذا؟ هذا هو الديفليكشن، تمام؟ فاحنا بدنا البيم تبعنا ايش يكون الديفليكشن اللي فيه قيمته قليله بحيث انه احنا ما نلاحظهاش، يعني هذا البيم فعليا فيه ديفليكشن بس مش والله بس احنا ايش؟ ما بنلاحظ، تمام؟ تمام. فبالبدايه بقول لك السمبلي سبورت بيحتاج ايش؟ على 16 ال اللي هي المسافه سنتر تو سنتر. يعني احنا لو بدنا نيجي نرسم عمود مينيمم هذا او عمودين وبين هذا المينيمم السمك المينيمم وبعد نقدر نجيب اكثر منه. شايفين هذا عمود وهذا عمود وهي البيم اللي بينهم، صح؟ نيجي من سنتر العمود هذا لسنتر ايش؟ العمود هذا، تمام؟ لو عندنا خريطة شايفين هذا عمود وهذا عمود مش هيك؟ نفترض ان احنا عندنا هذا البيم من هنا لهنا جاي، قديش بدها تكون المسافة تبعته او الاسبانة تبعته سنتر تو سنتر؟ نجي من سنتر العمود هذا لسنتر ايش؟ العمود هذا الاسبان بقول لنا كم؟ 4.20 متر اسبان، تمام؟ تمام. فلو احنا بدنا نحسب قديش الاسبان تبعت اللي هي قيمه ال ال تبعت السمبلي سبورت او الوان ان كونتينوس او البوت ان كونتينوس بروح بناخذ المسافه سنتر تو سنتر من العمود للعمود. انا لو عندي هاي عمود وهي عمود وهي عمود وهذا الكنتينيوس، صح؟ هذا وان كونتينيوس وهذا وان كونتينيوس هذا الكنتينيوس. لو بتاخذ الهل تبعت هذا الوان كونتينيوس
هي هذه صح؟ لو تاخذ الالتا بعد هذا هي تمام؟ نصمم على اكبر سماد عندنا في السقف الا لو احنا بدنا نستثنيها بطرق معينه نحلها. يعني مثلا لو انا كل الاليمنت اللي عندي في السقف او كل البماد اللي في السقف لقيت انه بدها سماد 25 سم الا بيم واحد بده مثلا 35 سم، هل اروح اعمل كل السقف 35 سم عشانه؟ لو انت ايش بنعمل؟ بنرجع لحلول اخرى حنحكي عنها كمان شوي. تمام؟ خلصنا بس بتشز الحاله تبعت التنتين بقى. كان كيف بقول لك خذ لي من وجه العمود لايش؟ لاخر الاسبان. فاهمين؟ تمام. هيك بنقدر احنا نحسب قديش السمك اللي بيحتاجه هذا، قديش السمك اللي بيحتاجه هذا، قديش السمك اللي بيحتاجه هذا، وقديش السمك اللي بيحتاجه السمك اللي صفار. طيب حلقتها بقول لك هذا الكلام او القيم هذه القيم هذه بتكون صحيحه متى؟ لما بتكون السترينج تبع الحديد تبعك 4200 كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع. يعني بتكون قوه الحديد تبعتك هو 4200 كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع. طب لو كان اقل قوه الحديد لو كانت اقل او اكثر ايش بنعمل؟ بنروح بنحسب هذا الفاكتور. اذا كانت سمكة الحديد اذا كانت قوه الحديد اقل هروح اكبر السمك صح؟ حيصير ديفليكشن اكبر فبنضطر نكبر السمك، لو كانت قوة الحديد اكثر بقل السمك، فبروح بنحسب هذا الفاكتور وبنضرب كل وحدة في الفاكتور هذا، فاهمين كيف؟ تمام؟ بنجيب هذا الفاكتور، تمام؟ الفاكتور هذا بقول لك 0.4 زائد اف واي على 7000 نستخدمه لما بتكون قوة الحديد او السترينج تبع الحديد تبعه ضعيف اقل او اكبر من 4200 تمام؟ اقل او اكبر من 4000 يعني مش 4200 من عند 4200 تمام؟ حتاخذوه قدام بس معلومه هذا على السريع حتاخذوه بالتفصيل تمام؟ احنا حنشتغل على 4000 يعني حنشتغل على القيم اللي فيه تمام؟ طيب هلقيتها لو بدنا نيجي نتخيل كيف شكل البمات اللي عندنا في السقف. تفضل يا غالي تفضل. فتح الباب و داي هلقيتها لو بدنا نتخيل كيف شكل البمات اللي ممكن يكون عندنا في السقف. كيف كيف؟ مش هجيبها ال اللي هي المسافة بين الاثنين. الال. في بعدين ناخذ الطول ولا العرض؟ فين كل عمليه؟ المسافة بين ما انا هنا جايين لهذا الكلام. وليش الزاوية الشرعية؟ ايش؟ الزاوية الشرعية. هلقيتها بدنا نخفي الليرات بدنا ناخذ الاشياء اللي احنا بدنا اياها. هيك بنكون اخفينا الايش؟ الليرات بس شال الشبابيك. خلص خلينا نحذف حذف لانه بحدد الشباك وبرضه بجيش. نجي بنحذف الاشياء اللي احنا بدناش اياها، شايفين هذه الاشياء؟ ما بتلزمناش. طيب حذفناها بعدين بدنا نيجي نطلع على السقف تبعنا. ناخذ مثلا نحوطه حواليه بولي لاين. طبعا ايش بتعمل المفروض؟ تيجي هنا بتقول له لاير بريبريشن ولا بروبرتيز بروبرتيز. ها
فاهم. تيجي هنا بتقول له إضافة إيش؟ إضافة لير. إيش بتسميها؟ مثلاً باوندري. تمام؟ بأي لون بدك إياه، بس بتشغلها عشان أنت بدك ترسم إيش؟ الباوندري. نيجي هنا. بدك إحنا نعمل باوندري. تيجي هنا بتعمل حدود المبنى تبعه. عملنا حدود المبنى. شباب اذا بتضلكوا تعملوا كل ما افتح البرنامج تطلعوا صوتي وتضلكوا تحكوا مع بعض ما افتحوش وبنريح راسنا. مش مشكلة. تقريبا او بنقدر ناخده ونضيفه للبولو لاين تبعنا نعمل له جوين. مش قصة. المهم يعني تقريبا بس عشان ليش نضيع وقت. ممكن تاخذها زي ما هي توقف عندها وتضيفها للبولو لاين تبعها تبعك وتكمل عندها وتكمل منها. يعني مثلا هي هذا صح. نجي ايش بنعمل؟ ناخذ هذه نضيفها لللير تبعتنا او بناخذ هذه كمان عشان نريح راسنا اكثر وهذه نضيفها لللير هون البولو نضيفها هنا. تمام هلقيت صارت هذه ايش المفروض باوندري لك ما صارتش. نجي هنا نقول له هنا باوندري هيك اضفها للباوندري. شايف كيف؟ نروح بناخذ هذه مع هذول مع هذا اللي احنا رسمناه بتقول له ايش؟ جوين. تضغط انتر صاروا كلهم بولو لاين مع بعض. تمام بعدين نشيل كل الاشياء اللي جوا. احنا بدنا هذه اللي بهمنا وبهمنا الايش الاعمده والدرج عشان نبقى عارفين وين الدرج. ناخذ مش مشكله. عليكم السلام. ناخذ هذا ولا نعود نرجع. طيب كله فصل اللير هذه فصل ناخذه مع جنب بنرجع اللايرز ناخذ هذا هذا وبننسخهم من مرجع احنا عارفينه في الخريطه هذيك. مثلا ممكن احنا ننسخهم من وين؟ من عمود او من الزاويه من هنا مثلا. ناخذهم من هنا نضيفهم هنا عشان نبقى عارفين حدود الدرج. تمام طيب هي كده بدنا نيجي نرسم البيم تبعتنا. ايش الاحتمالات اللي ممكن البيم كيف بده يبقى اشكالها؟ مش البيم تيجي بين الاعمده صح؟ صحيح. طيب نجي هنا بنقول له إضافة لير بنقول له إضافة لير بنقول له إيش اسمها؟ بيمز. طيب مثلا أخضر مش مشكلة بس بنعلم عليها بنشغلها شغلناها بعدين إيش بنعمل؟ نجي هنا بنقول له مثلا أنا حط لي بيم من هنا لهنا ومن هنا لهنا بس خلي اللون أخضر اللون من هنا الالوان اللي بتحتويها هنا ونقول له خليه باي لاير. باي لاير يعني خذ اللون تبع اللاير اللي انا حددته. نيجي من هنا لهنا تمام. طب ليش عملت من الاخر؟ بيم بده يجي من الاول للاخر بيمشي الا اذا انت في عندك يعني مثلا حلول ثانيه. المهم يعني طيب نجي من هنا لهنا السنتر عشان من جوا الاداء بعمله باي لاير. من هنا لهنا في السنتر تمام. تعال ها والله ها قوم بعينك الله استحملنا قوم تمام. مثلا هاي كل واحد له رؤيه في البيمات يعني ممكن تصفيطه في البيمات يعني توفر عليك كثير وممكن تضيع عليك كثير. يعني في الاخر هي بتصفي شغله خبره وتصير انت مع كثر الشيء تبقى عارف من اول ما تطلع في السقف كيف بدك تمشي البيمات. مثلا هاي شكل للبيمات صح؟ طيب
طب كله طول في شام. ما هنا جايين نرسم الاحتمال الثاني، نعمل هادم بنضيع الليارات اللي احنا بنشي اياها، بناخذ هذا على جنب ونرجع الليار، بعدين نجي بنقول له تمام نرسم هنا الشكل الثاني للبيمات، ممكن يجي بيم من هنا لهنا وهنا هيك، ممكن مش مع بعض يعني هنا وهنا. تمام عطل عندنا مشكلة هالقيته، ركزوا يا شباب عشان السؤال اللي بخطر في بالك هالقيته هيرجع يخطر في بالك في البيت وانت بتشتغل عشان تعرف ايش الحل تبعه. مش مشكلة يعني احنا بنحكي تقريبا. طيب هالقيته جبنا بي من هنا لهنا من هنا لهنا. طيب هالقيته في عندنا مشكلة في الرسم تبعنا، ايش هي؟ لا مش مشكلة، ممكن نعوج البيم ل 20 سم مثلا، يعني هو بضعف البيم لما بتكسحه زي هيك، بس عادي المهم يكون الحديد مستمر في داخل البيم. هذه شغلات حنجيلها، بس احنا بدنا نعرف كيف وين ممكن الاحتمالية تبعت البيمات عشان نعرف كل واحد قديش بده سمك، نعرف قديش سمك السقف تبعنا. تمام فهي الشكل، ايش المشكلة بالشكل هذا؟ انه هلقيتها هنا في كسرة في الدار صح؟ مش هنا بده يجي هنا ربات، مش البيمات بيجي بقعد عليها الربات. هلقيتها لو احنا عملنا بيم هنا وبيم هنا، مش في الاخر بده يجي على البيم هذا ربات يقعد عليه؟ مش صح؟ الحجار هلقيتها احنا ايش السقف تبعنا؟ بيجي الربات اللي هن بين الحجار بقعد على البيمات، والبيمات وين بودي الحمل تبعهن؟ على الاعمده، والاعمده هذا الكلام اللي اخذناه اول محاضره صح؟ طيب هلقيتها لما انا الاقي هدول الربات ما لهنش بيم يقعدن عليه، معناته هن ايش؟ هن انستيبل. لما انت بتروح بتقول في عندي بيم بالشكل هذا، ما ليش هنا سبورت؟ مش انا ستيبل مش بيقع؟ صحيح. لما بتعود هلقيتها لقينا انه فيش هنا بيم يقعدن عليه هدول صح؟ فايش حنروح نقول؟ هذه القضيه تبعتنا ما بتزبطش. طب ايش في حل؟ حلو ان انا اجيب بيم هنا واجيبهم بالعكس واقعدهم هيك، هيك بتزبط، بصيروا كانت ليفر صح؟ تمام؟ مش ضروري تعمل عمود، بتروح للحل الاولاني، ايش الحل الاولاني هي شايف كيف؟ كويس شايف كيف؟ بصير الربات كيف شكلهن؟ يجن من ورا من البيم اللي فوق ويقعدن وين؟ فهمت كيف؟ بصير هنا يصل عادي خلص محمل على هذا وعلى البيم اللي ورا. فهمتوا؟ طيب يعني باقي البيمات كل زي هيك وهذه نجيب البيم عادي احنا بس احنا بس الحاجه اللي بدنا اياها من هذا اللي انا بحكي لكم اياه حاجه واحده، انه انت تقعد البيمات زي هيك في في في, في الخريطه تبعتك وتشوف ايش الوان اند كونتينوس وايش السمبل سبورتد وايش الكانتيليفر، وتشوف اخطر شيء في كل نوع، تشوف قديش بده سمك، في الاخر تاخذ اخطر واحد وتقول هاي سمك السقف تبعها هالقد. فهمتوا كيف؟ هاي اللي بدنا اياه من المحاضره هاي. بدناش نضيع وقت في وين الرب وين البيم وين هذا، لسه حتجوه في السلاب وحيجي في شغل كتير. طيب هلقيت عشان نوضح الشغل تبعنا مثلا نسمك هدول شوية عشان يبينوا الراحة الوقت. تمام شايفينهم هاي البيمات تبعتنا شايفينهم، بس هيك بتكون بصيروا الاعمده مش مبينين، ايش بدنا نعمل؟ نصغرهم شويه. تمام شايفين يا شباب في عمود طبعا هنا ورا هذا شايفينه؟ بدنا نطلع على الشكل هذا وعلى الشكل هذا. عشان نتفق من الاول ما حدش يقول لي في شيء، هنا في عمود وهنا في عمود وهنا في عمود، تمام؟ هيك واضح؟ وهنا في عمود وهنا في عمود.
بالضبط تمام 100% طيب هل قلت هذا ايش كانتليبر صح هذا ايش بول وهذا بول وهذا كانتليبر صح طيب هذا ايش وان بس صح احنا نسينا شغله بس خليها مثال احنا قلنا هذه ما بدناش فيها الطريقه صح ليش لانه مشكلة لو انا بدي احمس حل لهذه المنطقه لحالها وراح اعمل البيمات هذه بالعكس وخلي باقي السقف عادي تمام او اقلب كل البيمات في كل السقف عدة حلول مع الممارسه بتصيروا تعرفوها مش عشان نعم هذه وان انت كنت هذه برضه في عمود هنا العمود هنا مش تحت هيك بوث هيك بصير كانتليفر وبوث بوث بوث وان انت تمام 100% خلينا نروح على الشكل الثاني عشان نحسب عليه السماكة قربوا كبار خلينا نصغرهم شوية وريك وصلنا هيك منا انا نطلب من الشكل هذا مش شكل تمام هذا ايش قوم قوم تعال معنا قوم يا الله يا الله عليك طيب هيا تنظر خلاص يا شباب تنزيل سيجو طيب شايف هاي عمود هاي عمود هاي عنا عمود هنا في عمود هنا جيد العرض تمام واضحين هيك صح هذا ايش بوز بوز وهذا اللي هنا يا شباب معايا عشان ما حدش يشتغل في البيت في 1 وانت كونتينيوس في بول في كانتليبر تمام هل قلت لك السمبل سبورت ايش السمبل سبورت عندنا هنا في السقف حاجه واحده صح؟ بدنا نقول التي تبعتها او الفيكس ايش بيساوي؟ ال على 16 ال على 16 ال من وين لوين؟ من السنتر للسنتر تمام نجي هنا ونقول له من السنتر لايش؟ او نقول له اعطيني سمك اعطيني طول البول يساوي ايش؟ 5 متر و35 على 16 ايش بيساوي؟ احسبوها يا اولاد نجي هنا على الاله الحاسبه تعرف كيف تجيبوها هذه؟ لا طيب تكتب هنا تضغط انتر تجيك هي بمربع هنا بتمسكها بتحطها على الجنب وبتقول له ايش ضم على جوا بصير ايش كل ما بدك اياها تعمل هيك بتطلع لها طيب 5 متر 35 كم طلعت 33.4 طيب الثانية ايش بتساوي تاخذ واحدة منهم وانيد ولا دي ايش بتساوي؟ نروح بنشوف اكبر واحدة اكبر وان اند عندنا اطول اطول واكبر ايش هو هذا؟ انا في عمود طبعا صح؟ اللي فوق هذا هو وين؟ هنا؟ لا لا على الجنب الثاني هذه؟ لا هاد؟ اه هي هاد هذه بوث اند وهذه بوث اند هذه الوحيدة اللي وان اند صح؟ صح يا شباب؟ هذه بوث اند هذيك بوث اند بوث اند كله بوث اند بوث اند ايش هو؟ هو اللي بيكون متصل من الشفتين بعد السبورت يعني الاند تبعه متصل من وين؟ من الشفتين يعني هنا بوث اند وهنا بوث اند صح؟ تمام؟ فايش الوحيد هو هذا صح؟ قديش ال 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 من السنتر للسنتر 14 نيجي هنا
كم طلع هذا؟ 5 متر و30 أو 35 تمام؟ فاحنا ايش بدنا ناخذ ال 5 متر و90 او ال 6 متر؟ بنقول تي ايش بيساوي؟ 600 على كم؟ على 21 ايش بيساوي؟ بيساوي 28 صح؟ اكبر واحد هنجيب ضايل الكنتليفر صح؟ طيب ايش في اطول كنتليفر عندنا؟ هو تقريبا هذا صح؟ تقريبا بناخده من وجه الايش؟ من وجه العمود. لا 60 لا اظن في واحد اكبر. لا لا هنا هنا صغار الكنتليفر هنا تمام. نجي بنقول الكنتليفر استمعنا 60 على 8 كم بيطلع؟ 60 تقسيم 8 7.5 7.5 طيب شباب الصوت طيب قديش بنعمل؟ بنروح بنقول له هذا بده سمك كثير وهذا بده سمك كثير، يعني اعلى واحد معقول في السقف هو كم هذا تبع البوت اند كونتينوس اللي هو 600 على 21 اللي طلعت كم؟ تقريبا 28 سم، نص سم ما بيفرقش شيء بيساوي شيء تمام؟ بنروح بنقول له سمك السقف 28 سم بس بدنا نروح نحل مشكله هذا وهذا. كيف بدنا نحل مشكلتهم؟ معاملات تشغيل بتروح بتقول انا بدي اعمل سمك السقف 28 بس هذا البيم بدي اخليه ينزل لتحت 5 سم ولا 10 سم تمام بدروب بيم بس هذا الحل مش منيح في البيوت. ليش؟ لانه في البيوت ما بنعملش فرسينه شفت كيف اللي في مكنه الاداره هذا اللي بتبكي اللي فيها الاضاءه فرسينه ما بنعملش فببين البيم ساقط في نص الغرفه. يعني انا غرفه الضيوف مثلا هذه ببين البيم ايش ساقط فايش بنعمل؟ روح بنعمل حزام مقلوب. كيف حزام مقلوب؟ يعني حزام لما انت تصب بعد ما تصب بعد ما تصب السقف بقى مبين الحزام ايش؟ من السقف بارز. فهمت كيف؟ ايوه يعني كده سمك السقف 28 ناقص 33 هي كم؟ 5 سم صح؟ بتروح بتكبر سمك السقف عند هذا البيم 5 سم وفي الاخر ما في بديش عندك 10 سم رمل ببين الشغل والبلاط كلش تمام؟ 100 فايش سمك السقف اللي بدنا نعتمده؟ قديش سمك الحجر؟ 17 20 صح؟ تمام؟ هيك حددنا سمك السقف، عرفتوا كيف بنحدد سمك السقف؟ طيب الواجب مش المحاضرة الجاية اللي بعدها حيكون مطلوب منكم الأشياء تبعت المحاضرة الجاية واللي بعدها. 20 واحد ما خلصناش اقعدوا اقعدوا بس مهندس 28 كيف هي أكبر واحدة يعني معقول شباب اللي مستعجل الله يسهل عليه لسه في المحاضره لسه ضايل لها باقي لسه ضايلنا بشي ثلث ساعه سمك دائما 20 ولا متغير سمك حجر الربع ما هو لقيت السقف لما يكون السقف عندنا 28 ناخذ حجر الربع 20 او 22 ممكن او حجر الربع 22 او الحجر قص 22 او 20 يعني الافضل 20 ترجع بتحضر الفيديو هل قلت انا اخش على حاجة على الحاجة الجديدة شباب هل قلت يا شباب مش احنا دقيقة بس مش احنا هل قلت جبنا سمك اخطر حاجة في الاربع انواع صح؟
ألقيه تصريف السقف المعقول بكون 30 28 25 صح؟ هذا 28 معقول خلص باخذ 28 بما انها هي اكبر واحدة في الانواع خلص 100% 28 يعني هلقينا هذول اكثر مش معقول هذول بدنا نعمل لهم حل لحال في المنطقة عند 28 يعني احنا لو بدنا نيجي نشوف اي حاجة في البيمات اللي موجود جوا الخريطة حيكونهم كلهم بدهم 28 او اقل الا البيمين هذول فهمت كيف؟ ناخذهم على جنب ونحلهم طيب 7.5 يعني هو بده سمك 7.5 انا بعطيه 28 يعني بزيادة يعني عادي كل السقف بيبقى سمك واحد تمام؟ هيك خلصنا هذه الشغلة طيب ايش الوضع؟ لا مش هلقيت يا شباب.